بحضور رسمي وشعبي لافت، الاتحاد النسائي بالقرداحة بالتعاون مع الفعاليات المجتمعية أقاموا حفلا تكريميا لأسر الشهداء بمناسبة عيد الشهداء. تم تكريم 105 أسر من أسر الشهداء. ألقيت في الحفل كلمات عبرت عن عظمة الشهادة باعتبارها تستنهض ذاكرة التاريخ وتروي ملاحم البطولة والفداء التي سطرها شهداء سوريا العظام عبر تاريخها النضالي، لأنهم القديسون الساكنون أبدا في القلوب والذاكرة. اليوم سوريا ستنتصر وستخرج رغم كل هذه المؤامرات التي تحيط بها، لأن الشعب السوري والقيادة والجيش هم عائلة واحدة، وزوج الشهداء هم اليوم لنا في رقبة كل مواطن سوري دين، نحن أن نقف دائما إلى جانبهم ونخلد ذكرهم إلى أبد الأبدين. الشهادة شيء عظيم كتير، لا أنا ولا غيري فينا نعبر عن قيمة الحقيقية. بفضل الشهادة نحن أحياء لهلأ. الشهادة شو يعني كل الكلمات بتصغر أمام الشهادة والشهداء. كلياتنا بتحسينا بخلاء تجاه هذا الشهيد اللي قدم أغلى ما يملكه. أقول لأمهات الشهداء اللواتي رفعنا رؤوس النساء الشامخة وتجاوزنا ارتفاع الشمس، ركعنا عند تراب البلد، كل منهن عند ضريح ابنها. أنتم عطيتم للمرأة العربية وخصوصا للمرأة السورية مثال بالتضحية والفداء والعطاء. أم الشهيد قدمت أمومتها هدية للوطن وغرست الشجاعة في قلب ابنها ودفعته ليقدم روحه هدية للوطن الغالي، فقاتل واستشهد من أجل أن ينتصر الوطن. بفتخر وبعتز باستشهاد ابني، لانه اسره الشهيد واي امير الله اكرمه فيه. هو كان دائما يطلبها وكان دائما هو بيعرفني تعبانه، يقول لي ماما صار لي يومي قبل يومك. استشهد هو ونال الشهاده، والله كرمنا فيها باذن واحد احد. الله يرحم الشهداء كله، وان شاء الله دما ما بيروح هدر. الله ينصر هالوطن ويحمي الجيش يا رب. بحب وعد جوزي اني حافظ على الاماني ترك لي اياها اللي هي اولاده، وبوعده اني رح كون مثل ابده، اني رح ضل رافع راسي بشهادته. افتخر بان في عائلتي ثلاث شهداء: البطل المجاهد العقيد علي نظير خزام واخوه الشهيد فراس خزام، وبالاضافه الى شهاده اخي حسين جميل خزام. بفتخر بشهادته، وان شاء الله بنكون عندي اربعه بالجيش ويكونوا كلهم فداء للبشار الاسد وللوطن، وان شاء الله نكون كلنا فداء الوطن، بس الله يسلم هالوطن. ايها الشهداء، عبرتم الغيمة وزلزلتم الأرض وعلمتم الأجيال معنى الرجولة والرجال، فهنيئا لكم بعيدكم وهنيئا لكم بالشهادة.